أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. في إطار التغطية التي نخصصها للدورة العاشرة للمؤتمر الوطني للطرق، يسعدني أن أستضيف ببلاد القناة بالسيد خالد نزيجل، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالحسيمة. أهلا وسهلا بكم سيد نزيجل. شكرا مدام خديجة. أولا سيد نزيجل، لا يمكن الحديث عن الطرق بمدينة الحسيمة دون التطرق يعني إلى الطريق السريع تازة الحسيمة. هذا الطريق الذي تم بتاريخ 15 يونيو 2010 توقيع اتفاقية شراكة تهم إنجازه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أين وصل اليوم وما هي الإكراهات التي واجهتكم في إنجازه؟ شكرا سيدة خديجة. فيما يخص الطريق السريع تازة الحسيمة، الطول ديالو 148.5 كيلومتر، الكلفة الإجمالية الحالية هي 4 ملايير درهم. هذا المقطع قررت الوزارة أن تقسمه إلى 7 مقاطع، 3 مقاطع تابعة لإقليم الحسيمة و4 مقاطع تابعة لإقليم تازة. بالنسبة لتقدم الأشغال ديال هذا المشروع، بالنسبة ل4 مقاطع التابعة لإقليم تازة، 3 مقاطع 100%، بينما المقطع الرابع اللي كيربط ما بين جامعة أكنول وكاسيطة تقريبا 90%، ونهاية الأشغال ديالها تكون في مارس 2019. بالنسبة ل3 مقاطع التابعة لإقليم الحسيمة، مقطعين انتهوا 100%، يبقى المقطع الثالث اللي هو كيربط ما بين كاسيطة وواد نكور اللي نسبة الأشغال ديالو 40%، وكنتوقع إن شاء الله يكون نهاية الأشغال في يناير 2019 إن شاء الله. هذه بالنسبة للتقدم ديال الأشغال. بالنسبة للصعوبات والإكراهات اللي لقيناها، كيف كتعرفوا أن إقليم تازة والحسيمة كجو في مناطق جبلية اللي هي جبال الريف، وهذه المناطق الجبلية كتعرف عدم الاستقرار ديال التربة ديالتها، بحيث لقينا واحد الصعوبة في الدراسات المعمقة في هذه الانجرافات ديال التربة، وكذلك الانزلاقات المفاجئة. ولكن الحمد لله بفضل مجهودات السيد الوزير والمسؤولين المركزيين والجهويين قدموا لنا يد المساعدة باش الحمد لله نجتوزوا جميع الإكراهات المتعلقة بالنسبة للدراسات. الإكراه الثاني وهو كيف ذكروا صاحب الجلالة في الخطاب الملكي السامي ديالو، هو القضية ديال النزع الملكية، حيث أن النزع الملكية مشكل زعما شائك بالنسبة للإدارة، على حيث المسطرة الإدارية جد معقدة وكتشد الوقت بزاف، ولكن الحمد لله قدرنا أننا هذه المرحلة نجتوزها، بحيث أن بالنسبة لإقليم الحسيمة جميع الأضرار السطحية تخلصوا 100%، كيبقوا التعويضات عن الأراضي، مقطعين تخلصوا، كيبقى المقطع الأخير اللي هو في طور التصفية ديالها إن شاء الله. إذا من المرتقب يعني أن تنتهي الأشغال يعني بهذه الطريقة كلها في أي وقت إن شاء الله؟ ان شاء الله بالنسبه كيف قلنا المقطع التابع لاقليم الحسيمه ان شاء الله في يناير 2019، بالنسبه للمقطع تازه التابع لاقليم تازه جامعه اكنول وجامعه كاسيطة ينتهي في مارس. وغير واحد الملاحظه بغيت نقول الساده المشاهدين، ان كاين واحد الجسر كبير اللي تابع لاقليم الحسيمه اللي هو اكبر جسر غيكون في المغرب ان شاء الله، اللي هو الطول ديالو 224 متر طولي، العلو ديالو اكثر من 60 متر طولي. هذا هو اللي غيكمل في 2020، فما الطريق الاخرى في 2019 الا انطلقت الاشغال ديالو. راه الكلفه ديالو تقريبا 106 مليون ديال الدرهم. هذا مشروع مهم في جميع زعما المكونات ديال الهندسه ديال وزاره الجيش عتجمع ان شاء الله في هذا المشروع. هذا هو الوحيد اللي غيكمل ان شاء الله في 2020، ما عدا الطريق ان شاء الله غتكمل في 2019. وهل تواجهكم يعني اكراهات في تمويل هذه المشاريع الطرقيه؟ لا، الحمد لله كيف تفضلتي ان اتفاقيه توقعت امام صاحب الجلاله في 2010،
بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة المالية. الحمد لله ما كنلقاوش مشكل في التمويل، بحيث أي صفقة كدوز إلا وكيرصدوا لنا الاعتمادات المناسبة لها. نعم، نمر الآن سيد مزيقل إلى مشروع آخر وهو برنامج الحسيمة منارة المتوسط. يعني هذا البرنامج الذي جعل من مدينة الحسيمة ورشا مفتوحا يضم عدة مشاريع مهيكلة. سوف نتطرق يعني للمشاريع التي تخص قطاعكم وهو قطاع الطرق. أين وصلت يعني هذه الطرق التي تتكلفون بإنجازها؟ ويعني وما هو حجم الاستثمارات الذي خصصتموه لهذا المشروع؟ بالنسبة لاتفاقية الحسيمة منارة المتوسط، هو مشروع جد مهم بإقليم الحسيمة، بحيث أن الاتفاقية توقعت أمام صاحب الجلالة نصره الله نهار 17 أكتوبر 2015، وابتداء من ذلك التاريخ والوزارة بدأت في الدراسة ديال مجموعة ديال المقاطع. وفي 16 مارس 2017 تسنت اتفاقية الخاصة بهذه المشاريع الطرقية. هذه الاتفاقية الخاصة حددت 6 مقاطع طرقية زائد 12 منشأة فنية. هذه 6 مقاطع طرقية الطول ديالها 170 كيلومتر، الكلفة الإجمالية هي 714 مليون ديال الدرهم. وزارة الجيز والنقل واللوجستيك ساهمت ب 65%، أي ما ينازل 464 مليون ديال الدرهم، وبطبيعة الحال بشراكة مع المزلج الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة اللي ساهم ب 35%، أي ما يناهز 250 مليون ديال الدرهم. هاد المقاطع الطرقية الست كلها كتفك العزلة على الساكنة، بحيث أنه بغينا نسهلوا الولوج على مدينة الحسيمة. كيف غتعرفوا ولا كيف اكتشفتوا ان مدينة الحسيمة كتمر عدة سلاسل جبلية جد واعرة، فيها منحدرات جد خطيرة وفيها منعرجات كذلك ذو حدة كبيرة. هذا المشروع بحيث ان جميع المقاطع المصنفة كلها يوقع فيها التوسيع والتقوية. وكذلك هاد المشاريع الحمد لله كلهم راه في طور الانجاز، ما عدا جزء من واحد المقطع اللي هو الطول ديالو 13 كيلومتر اللي ان شاء الله طلب العروض ديالو غيكون في نوفمبر 2018 ان شاء الله. اذا من بين 170 كيلومتر هي 153 كيلومتر اللي في طور الانجاز، بينما 13 كيلومتر ونص اللي بقات هذاك ان شاء الله في نوفمبر 2018. نسبه تقدم الاشغال الحمد لله مزيانه، حيث كتبدا من 5% حتى 55%، وكلهم الحمد لله مشاريع غادي مزيانين. والحمد لله بفضل المواكبه ديال الوزاره والمديريه الطرق وكذلك المديريه الجهويه ديال طنجه، واكبتنا بكل صغيره وكبيره، بحيث جميع الدراسات خرجوا في واحد الظروف جيده وفي ظرف قياسي. والشكر الجزيل كذلك للسيد الوزير لانه هو اللي عطى واحد الاهميه كبيره لهذه الاتفاقيه وجند لها جميع الوسائل اللوجستيكيه والموارد البشريه، بحيث انه تاسست واحد الاعداد مؤقت خاص بهذه المناره اللي كيتكون من مهندسين وثلاث تقنيين، والحمد لله ما خدامين في ظروف جد حسنة. وتتوقعون يعني أن تنتهي الأشغال في الأجل المحدد؟ إن شاء الله في أجل محددة. 5 مقاطع هيكونوا إن شاء الله في 2019، ما عدا مقطع وحيد اللي هو الطريق الجهوي 509 اللي كيعرف الأشغال، ولكن بما أن هذا الطريق كيدوز على سلاسل جبلية وعرة وفيها تساقط ثلوج، اذا اكراهات طبيعيه، اذا ضروري ان نوقف واحد 3 شهور ولا 4 شهور، اذا ضروري ما نفوتوا 2019 بواحد 6 شهور ولا 7 شهور، اذا حتى 2020. لا لكم التوفيق. الله يبارك فيكم ان شاء الله. شكرا سيد مزيقل على حضوركم الى القناه وتقديم هذا التوضيح. الله يبارك فيكم. شكرا لكم. مرحبا اعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم والى لقاء قادم بحول الله.